احنا موجودين في عين اللوز من بلدة سلوان. المواطن مجدي أبو تايه بلش يهدم بيته بإيده. بيت ما بتتجاوز مساحته 75 متر مربع. طبعا هذه كارثة إنه مواطن يهدم بيته بإيده, مواطن فلسطيني يهدم بيته بإيده. في كل العالم الناس بتبني بيوتها حجر فوق حجر, إلا هنا في القدس المواطن المقدسي بتجبره بلدة الاحتلال على الهدم الذاتي لتجنب ضرر من قبل الجرافات بلدية الاحتلال, وأيضا لتوفير تكلفة الهدم بآليات الاحتلال. يعني مجدي بيته بلزق بيت أهله, بالتالي في حال لو أجت جرافات الاحتلال أكيد رح تلحق ضرر ببيت عائلته, بالتالي جبر إنه يبلش يهدم بيته بإيده. ومتجوز عنده 4 أولاد. هذا البيت في حي عين اللوزي من بلدة سلمان, هدم ذاتي. الأسبوع كله في القدس كان مليء بتوزيع أمارات الهدم في سلوان, في العيسوية, في جبل المكبر. العديد من المواطنين تسلموا اختارات جديدة بالهدم. مجدي هو ضحية جديدة من ضحايا بلدية الاحتلال في القدس. عائلة مجدي تعرضت للهدم في سنوات 90, وهي والدة مجدي برضو. خالتي بعودكم الله. أصعب إشي يمكن إنه الواحد يهدم بيته بإيده. إشي أكيد, إشي أكيد. هذا قمة المرارة ووجع القلب. قمة القلب إنك أنت هيك شيء أنت عملتيه, هذا شيء أنت سويتيه. كل مناطق فيها, كل شبر إلهم فيه, مش ذكريات, مش ذكريات إلهم فيه, نفسه إلهم فيه شيء. يعني هم يسووها بإيديهم, يعني هم بنوها بإيديهم. كل ما في العالم ما بنعيط على الأطفال. شو هذا؟ بيروحوا وبرجعوا بيهددوا. الحمد لله رب العالمين, احنا بصحتنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله. خاتي للي ما بيستوعب شو يعني المواطن المقدسي يهدم ذاتيا, يهدم بيته بايده. طبعا بنجبر المواطن على هدم بيته بايده لانه بده يوفر اولا تكاليف. حتى لما تيجي بلدية الاحتلال اجار المي اللي بتشربها القوات بدفعها صاحب البيت المهدوم. تكلفة الجرافات, البولدوزرات, القوات, كل هذا على حساب صاحب البيت المهدوم. فاحكي للناس اللي عملها بتشوفنا ليش المواطن المقدسي بنجبر يهدم بيته بإيده. بنجبر يهدم بإيده لأنه بده يوفر أجار البولدوزرات زي ما حكيتي, لأنه هذا سيكونس قمة الحقارة إنه اقتل عدوك بإيد عدوك. يعني انت بقتل نفسك بايدك. اعظم شيء عند الانسان انه يهدم ما بناه, ما سواه بايده. اسرائيل هيك بتسوي, بتتجنى, مش بتتجنى علينا بس, بتقتل فينا بموت بطيء, بتقتل فينا بموت بطيء. بتقول لك يعني خلص, يعني انتوا شباب زي الورده زي هذولا, وين يروحوا, وين يروحوا؟ على الضفه. هي بدها ايانا نترك لهم اياها البلد. والله ما بنتركها, ان شاء الله ما بنتركها. اللهم اجعلنا من الصامدين الصابرين. قاعد في خيمه ناكل خبز وزيت وبقول يا رب, طالما في رب كبير معانا ما بنسانا, لا اسرائيل ولا قوم اسرائيل. ايش يعني حجر؟ شو يعني؟ انا باني بارضي, باني بارضي, مش مضايق عليهم بس خلص. قولي حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين. اللي اجت على هيك ما اجتش ولد من اولادي او في بنت من بناته. والله العظيم اللي شوفتهم اياها, والله انا بخاف ابكي قدامهم, والله بضل اضحك عشان ما يحسوش بالقهر وما يحسوش انه شيء تغير عليهم. ان شاء الله ما في شيء بتغير عليهم, نفسيتهم قويه ان شاء الله. اللي بناها بدلي غيرها, واذا ما بنيناش غيرها احنا قاعدين لو على الحصيره لو على خيمه مش مشكله. لما عملت معك المقابله حكيتي لي بانه بنته لطمت. لما والله بنته والله لطمت وتنط تنط تنط تنط, والله اني ما عرفت شو بدي اسوي لها. واحنا بنعزل بالعفش بدون شرطه بدون جيش. دارنا دخلت تدور على اغراضها, على كتبها, على بوكلها, على العابها. امبارح بكلهم روحوا روحوا, بتقول لي هاي دارنا, هاي دارنا, بتقول لي بدنا نرجع, بتقول لي بدنا نرجع. ابوي بيقول لنا انه هاي دارنا, قلت لها اه هاي داركم ان شاء الله بترجعوا. بتقول لي هذيك مش حلوه الدار اللي كنا فيها, دار اجار 2000 شيكل, كيف بده يدفع, كيف بده يوفي؟ والله ما
حمموا بالكل غير حممتوا بمي باردة، كل المية مش قادرة تحمل كهرباء، كل شيء كل شيء. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. بعوضكم الله يخلت. شكر الله. هذه صور مجدي أبو تايه حاليا بهدم بيته بإيده. طبعا المواطن المقدسي بنجبر على هدم بيته بإيده لتوفير تكلفة الهدم بآليات الاحتلال، بتكلف 50-60 ألف شيكل، وبرضه لتجنب الضرر، لأنه إذا كان في محيط البيت المهدد بيوت بيكون عادة في ضرر. بالتالي خالد ومجدي أبو تايه صاحب البيت المهدد بالهدم. خالد احكينا عن المنطقة هون، منطقة عين اللوزي في سلوان، حكيت لي في 130 أمر هدم فيها. 130 منزل في المنطقة هاي، المنازل هون غير مرخصة. تعال على الشمس شوي. فيها تراخيص. تراخيص بناء، تراخيص البناء هون في المنطقة هاي صعبة جدا جدا. البلدية عندها مخطط تفريغ المنطقة وتحويلها لحدائق وطنية أو حدائق وطنية اللي ممكن استعمال المستوطنين، استعمال أهل المنطقة، لكن بالمسمى تبعها حدائق وطنية هي تخدم مناطق، كل المناطق الموجودة في منطقة القدس. يعني هل من الطبيعي بأنه بلدية الاحتلال تهدم بيوت الناس عشان تعمل حدائق وملاعب؟ أنو أولى؟ ناس تسكن ولا تعمل ملاعب؟ هذا طلبنا احنا، طلب اهل البلد، اهل السكان الموجودين هون، اعطيني مسكن، اعطيني مكان انام فيه، ما بدي مكان العب فيه. بالضبط. الاطفال الصغار بدل ما يروح يدوروا على ملعب بدوروا على بيت، بدوروا على تخت، بدوروا على فرش، على غرفة يناموا فيها، بدون ما كل يوم الصبح يستنوا الشرطة والبلدية تيجي تدق عليهم الباب، تطلعهم من البيت بدون ألعاب، بدون أوعيهم، بدون كتبهم، وتهد بيتهم ويصيروا مشردين. احنا في وضع حاليا صعب جدا جدا. طاقم بلدية جديد دخل على الساحة، ما بنعرف شو هم، مين هم، تفكيرهم، سياستهم الجديدة اللي سياستهم بينت، يعني سياسة بينت من بداية السنة للآن. في حوالي 5 منازل انهدمت في سلوان، 4 منازل هدم ذاتي، يعني عندنا 9 منازل غير الأوامر الموجودة حاليا عند عديد من المنازل. خلال 3 أشهر يا بهدم ذاتي، يا البلدية بتنزل وبتخالفوا كمان وبتدفعوا كمان مبالغ إضافية للهدم. شكرا خالد. طبعا هي مش قضية بتخص عيلة، لأنه مبارح كمان كان في صلاة في الشارع على الأسفلت ضد هدم المنازل. هذا ركام البيت تبع مجدي أبو تايه اللي بشوف. المواطن مجدي أبو تايه من حي عين اللوزي في سلوان بدأ بهدم بيته بإيده لتوفير تكلفة الهدم بآلية الاحتلال تجنب الضرر اللي ممكن توقعه جرافات بلدية الاحتلال في حال نفذت الهدم. تكلفة الهدم في آليات الاحتلال بتكلف 10,000 الشواغل، بالتالي في حالات عديدة يجبر المواطن على الهدم ذاتيا، رغم بأنه فيش أصعب بأنه الواحد يهدم بيته بإيده. في كل العالم الناس بتبني بيتها في إيدها إلا هون. مجدي احنا طالعين لايف على الفيسبوك عشان الناس تشوف معاناة اهالي القدس. في كل العالم يمكن الناس بتبني بيوتها حجر فوق حجر، انت عمالك بتنجبر بانه تهدم بايدك. داري مش حجر، يعني هذا اللي يسيبه خلي واحد ينكر. داري مش حجر، يعني كلياتها طوب، يعني مش هالدار الحين. انا والله بنيتها عشان انستر، مش عشان اكيف دار، يعني بنيتها عشان انستر. الحمد لله رب العالمين. انجبرت بانك تهدم بايدك ليش؟ انجبرت اهدم بايدي عشان ما عزبوش علي كمان مرة، يعني لا عشان يكلفوني اجار جرافات ومش جرافات 50,000 شيكل، ما ادفع 50,000 شيكل. شايفين لي كاعد على بنك ولا
الحمد لله ربع يدوب المعاش مكفي يدوب السهر والله بغير أطلع ملحوك بالأجراف بعد الدار والمي وكذا. البيت هذه كلفت أكثر من 200,000 شيكل مع مخالفاتها مع فوق المليون، فوق 180,000 200,000 شيكل، وهي عبارة عن 75 متر. هذا 75 متر ولا فيش فيها 75 متر، هاي غرفتين وغرفة حمام وصالة قاعدة. بس يعني أنا الدار هاي بنيتها أنا بس عشان أنام فيها، بس لما بطلع على الشغل الساعة 6:30 بروح الساعة 8 ما بدي أروح أقعد فيها كيف؟ فإيش ما جاي؟ يعني باجي بس بحط راسي وأنام. هو الواقع شو أسوي؟ يعني إيش مع الواقع؟ عندك أربع أولاد؟ الحمد لله رب العالمين، عندي ثلاث أولاد وعندي ثلاث بنات وولد الحمد لله رب العالمين. هذا الموجود يعني. بس حكيت لي مش رح أرحل. لا لا أنا أبي أرحل، هذه آخر شو أفكر فيها. بتضلني في هالبلد. هاي بنضيفها إن شاء الله. بنضيفها برجعها زي ما كانت في الأول. بدي بني لي أنا خيمة زي العالم النظيف. بدي أقعد فيها. خيمة جنب دار أهلي. أرضي هذه أرضي. هذه أرضي أنا مش سرقتها. هذه أرضي. مش قاعد فيها يعني بالخيارة ولا شيء. هذه أرضي بظلك قاعد فيها. نقطة صغيرة. خلص الحكي. السلام عليكم. بعوضك الله يا مجدي. علي لازم نعطيهم صورة 12:15. هذه كانت حالة المواطن مجدي أبو تايه، بيته أقل من 75 متر بعيش فيه هو ومرته وأولاده الأربعة في حي عين اللوزة من بلدة سلوان. بدأ مجدي بالهدم بإيده، طبعا الهدم ذاتيا من أصعب القرارات والخطوات اللي بيقدم عليها أي مواطن مقدسي، ولكن هي لتجنب تكاليف الهدم بآليات الاحتلال الكبيرة. تكلفة الهدم بآليات الاحتلال بتتجاوز 50,000 أو 60,000 شيكل، وبالتالي واحد عنده بيت مهدد وبدفع مخالفات بكون صعب عليه برضه يراكم كمان 50,000 أو 60,000 شيكل. بيستأجر جرافة أو بهدم في إيده عشان بس يوفر على حاله هاي التكاليف الكبيرة. مفتاح عندك هون على الكرسي. عين اللوزة برضو من الأحياء المستهدفة بسلوان، نحكي عن 130 بيت على الأقل مهدد بالهدم، لأنه في مخطط إنشاء حدائق في الحي. يعني البلدية الاحتلال في القدس بتهدم بيوت الناس وبتهجرهم لصالح إنشاء حدائق. طبعا الأهالي برفضوا وبدهم يعيشوا، بدهم يعيشوا ويسكنوا، مش يلعبوا في ملاعب وفي حدائق. هذا الحكي مرفوض بالنسبة لهم بطبيعة الحال. هذا كان الوضع. يعني أنا موجودة هون لإعداد تقرير حول الموضوع، بس حبيت عن طريق الفيسبوك أطلع مباشر عشان تشوفوا يوميات أهل القدس. يعطيكم العافية.